بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هناخد تكملة لمحاضرة الكريتر سيستم. هنتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن أنواع الجوينت، وعرفنا إن في 3 أنواع من الجوينت، في فايبرز في كارتليجنس وفي ساينوفيال جوينت. عرفنا إن الساينوفيال جوينت ده هو الموست فورم موست جوينت إن ذا بادي. المحاضرة دي هنتكلم بقى عن الـ structure of synovial joint وعن أنواع الـ synovial joint والـ movement اللي بتحصل في على مستوى الـ joint ده، بالإضافة إلى كده هنتكلم عن الـ muscles اللي موجودة في الـ body. إيه هو الـ synovial joint؟ الـ synovial joint هو الـ most common type of the joint، هو الـ most common joint موجود within the body. ايه هو الجوينت؟ احنا عارفين ان الجوينت ده عبارة عن ان تو بون بيتصلوا ببعضهم. في الساينوفيال جوينت بيفصل ما بينهم سبيس، السبيس دوت بيبقى فيه فلويد. والساينوفيال جوينت الشكل البون ده ان هو بيبقى كل بون لوحدها وبيفصل ما بينهم الفلويد، بيسمح بوايد رينج اوف موفمنت، يعني بيسمح بحرية الحركة ما بين العظمتين دول، انهم يتحركوا بحريه في اتجاهات مختلفه. طب ايه هو الستراكشر بتاع الساينوفيال جوينت؟ عباره عن ايه؟ عباره عن تو ارتيكولار بون، عظمتين منفصلتين. بيفصل ما بين البون دي والبون دي بيبقى في كافيتي، بسميه ساينوفيال كافيتي او جوينت كافيتي. طب السطح بتاع العظمه اللي بيبقوا مواجهين لبعض سطح العظمة اللي بيبقى مواجه لبعض لازم بيبقى فيه حاجة تغطيه عشان يقلل الاحتكاك، فبيغطيه حاجة اسمها articular cartilage، نوع من الغضروف بيغطي كل سطح من العظمة اللي مواجهين لبعض من bones opposing لإيش أصل. ده بسميه ايه؟ الكارتليج ده اللي بيغطي سطح العظمة بسميه articular cartilage. بعد كده العظمتين دول بيبقوا مواجهين لبعض، طيب ايه اللي بيخليهم ثابتين؟ ليه مش بيخلي كل عظمة تتحرك لوحدها؟ بيبقى في حاجة اسمها فايبرس كبسول، اهي دي اسمها ايه؟ الفايبرس كبسول دي بتبقى كونكتد البيريوستيوم بتاع البون اباف بالبيريوستيوم بتاع البون بلو، فدي اسمها الفايبرس كبسول. فبالتالي انا بحافظ على العظمتين يفضلوا قاعدين في مكانهم، ما يحصلش ميبعدوش عن بعض بحركة زيادة، بيحصلش وايد رينج اوف موفمنت، فبيعمل لي حاجة اسمها الفايبرس كبسول. طيب الفايبرس كبسول دي بيغطيها من جوه، شايفين الأخضر ده، حاجة اسمها ساينوفيال ممبرين، ده بيغطي الكبسول من جوه. طب ايه هو أهمية الساينوفيال ممبرين ده؟ إن هو بيفرز لي السائل اللي بيملى الجوينت كافيتي، وده بسميه ساينوفيال فلويد، نسمي السائل ده ساينوفيال فلويد. طبعا وجود السائل ده بيخلي العظمتين بعاد عن بعض وبيقلل الاحتكاك ما بينهم وبين بعض. يبقى ده كده الاستراكشر اوف ساينوفيال جوينت، يبقى متكون من تو ارتيكولار بون، كل بون بيغطيها ارتيكولار كارتليج، بيمسك البون ده من بره حاجه اسمها فايبرس كبسول. الفايبرس كبسول بيبقى بيحددها من جوه ساينوفيال ممبرين، الساينوفيال ممبرين ده بيفرز لي فلويد اسمه الساينوفيال فلويد. من بره خالص بيقوي الجوينت ده وبيخليه في مكانه، بيحميه من اي تروما او تجيله من بره، بيبقى بيحوطه حاجه اسمها رينفورسنج ليجامنت، ده طبعا بيساعد على ان نحافظ الاستابيليتي بتاعه الجوينت. بعد كده هنتكلم عن التايب اوف ساينوفيال فلويد. بقسم الساينوفيال جوينت، الساينوفيال جوينت ده بقسمه على حسب محور الحركة. الساينوفيال جوينت ده بيتحرك على محور واحد ولا بيعمل أكتر حركة على أكتر من محور؟ فأنا قسمته في جوينت نون أكزيال، يعني ما بيتحركش على أي محور والحركة، وده بسميه جلايدنج موفمنت، بسميه زي حركة الزحلقة، يعني الجوينت العظمتين بيتزحلقوا على بعض. ده نوعه، النوع منه اكزامبل ليه او بسميه بلين جوينت عشان بيتحرك خط على خط واحد. تاني نوع من الساينوفيال جوينت في يوني اكزيال جوينت، يعني جوينت
بيتحرك على محور واحد، وده قسمناه إلى نوعين، هنج جوينت ونوع اسمه بايفيت جوينت، هنتكلم بعد شوية عن كل نوع بالتفصيل. في سينوفيال جوينت بيتحرك على محورين، وده بسميه باي اكسيال جوينت. الباي اكسيال جوينت ده نوعين، في سادل وفي كوندايلويد. في جوينت بيتحرك على مالتي اكسيال، يعني على اكثر من محور، وده زي مثال للبول اند سوكيت جوينت. اول حاجه النون اكسيال جوينت اللي هو الجلايدنج تايب، ده مثال لمين؟ البلين جوينت. ليه بلين جوينت؟ لانه بيتحرك زي العظمتين بتتزحلق على بعض على خط عرضي. الارتيكولار سيرفيس لازم يبقى السطح المتصلين ببعض المواجهين لبعض بيبقوا فلات سيرفيس. الارتيكولار سيرفيس المتصلين المواجهين لبعض بتبقوا فلات سيرفيس، ده بيحصل بيسمح بنوع من انواع بس الجلايدنج موفمنت. في اكزامبل واحد بس ان اكسيال جوينت نون اكسيال جوينت، ان هو الجوينت اللي بيفصل ما بين الكاربال بون اللي هي العظام اللي بتساهم في تكوين الريست جوينت، فده بسميه ايه؟ بسميه ده نوع بلين جوينت. الجوينت اللي بتفصل ما بين الكاربال بون او اسمها انتر كاربال جوينت، ده بيبقى نوعه بلين جوينت، عشان بس ما بيحصلش فيهم غير ان هما ايه بيحتكوا ببعض او بيتزحلقوا على بعض، مفيش اي نوع من انواع الحركات بتحصل تاني على مستوى الكاربال بون، فده هو نوع النون اكسيال، يعني مفيش اي حركة على مستوى اي محور. تاني نوع يوني اكسيال جوينت. يوني اكسيال جوينت ده يعني معناها ان الجوينت ده بيتحرك على مستوى محور واحد. اول مثال ليه الهنج جوينت. الهنج جوينت ده بيعبارة عن ايه؟ ده بيتحرك على مستوى محور واحد بسميه ترانسفيرز بلين على مستوى الخط العرضي. بيبقى ايه شكل الارتيكولار سيرفيس؟ بيبقى جزء سايلندريكال، يعني بيبقى فيه بروجكشن، وان بون واحدة من العظام بيبقى فيها بروز، والتاني بيبقى زي بيدخل انتو تراف شيب سيرفيس، يعني بيدخل في جزء ديبريشن او بيبقى السطح الثاني بيبقى مجوف عشان ياخد البروجكشن بتاع السطح الايه الاولاني بتاع البون. يعني انا عندي عظمه بتبقى عباره عن بروز، وعظمه ثانيه زي اللي هي كره السله كده بتاخد البروز ده بيدخل جواها، ده شكل الهنج جوينت. الهنج جوينت ده بيتحرك على مستوى محور واحد اللي هو الترانسفيرز بلين، فده بيسمح من نوعين من انواع الحركه، فليكشن واكستنشن. فليكشن معناها ايه؟ زي مثلا ان انا بأتني مفصل، مثال ليه مثلا مفصل الكوع، بأتني العظمه بتاعه الساعد اللي هي الفور ارم ناحيه الايه الذراع اللي هي الارم، بقربهم من بعض، ده بسميها الحركه دي بسميها فليكشن. الاكستنشن ان انا ببعد الفور ارم اللي هو الساعد عن يعني ايه الارم، بفرد ايدي بمعنى اصح، ده بسميها اكستنشن. فكده العظمتين دول اتحركوا على مستوى ترانسفيرز بلين، عملت فليكشن قربت العظمتين من بعض، وعملت اكستنشن بعدتهم من بعض. ومثال ليه تاني حاجه اسمها انتر فالانجيال جوينت. ايه الانتر فالانجيال جوينت؟ اللي هي المفاصل اللي ما بين السلميات بتوع الايد. فانا بلاقي لو قربت لو تنيت صوابعي يبقى ده اسمها فليكشن، بفرد صوابعي دي بسميها اكستنشن، فدي كده بقى انا بتحرك كل ده على مستوى ترانسفيرز بلين، يعني خط عرضي. فانا كده عملت الفليكشن قربت العظمتين من بعض، واكستنشن يعني بعدت العظمتين من بعض. يبقى ده اول نوع من اليوني اكسيال جوينت اللي هو الهنج جوينت. كده عرفنا ان هو ليه مثالين، الالبو والانتر فالينجيال جوينت. تاني نوع من اليوني اكسيال جوينت البايوفيت جوينت. طيب البايوفيت جوينت ده الحركه بتحصل على مستوى لونج تودينال اكسس، يعني خط طولي، يعني كده هقرب، يعني هقرب من الميديان بلين وهبعد عن الميديان بلين، دي الحركه اللي هتحصل عندي. طب ايه شكل البون غالبا لما يبقى فيه بايوفيت جوينت؟ بيبقى وان بون بريتريود، يعني عظمه بتدخل جوه سليب او رينج، يعني زي كم كده سليب او رينج بتاعه العظمه الثانيه. يعني ادي مثلا دي مثلا الريديا
وديت الألنا اللي هي العظام اللي بتكون الفور أرم. العظمة دي بيبقى شكلها راوندد، بتدخل جوه رينج يعني زي خاتم كده أو دايرة، وتبقى طالعة من العظمة اللي جنبيها، فده بيبقى شكل الاتصال. بيبقى فيه هنا راوندد وان بون، بتبقى الإند بتاعتها راوندد، وبتيجي العظمة التانية بتحوطها زي كم سليفز، بشكل سليفز أو رينج، بتحاوط العظمة التانية أو الراوندد إند بتاعت العظمة. يبقى كده عظمة بتبقى راوندد، وعظمة بتديني إيه رينج بتحاوط العظمة اللي جنبها، فده بيبقى شكل الإيه البايوفيد جوينت. طب البايوفيد جوينت ده بيسمح بإيه الحركة؟ ميديال ولاترال روتيشن. احنا عارفين إن الأناتوميكال بوزيشن إن بيبقى الصنب لبره، ده يبقى لاترالي، بيبقى الليتل تو الليتل فينجر لجوه، ده بيبقى ميديال. فلما انا احرك بعمل ميديال روتيشن، معناها ان انا بلوح ايدي، بخلي الصنب اللي هو الصابع الكبير يدخل لجوه قريب من الميديال دونين، فده انا عملت حركه حوالين الايه اللونج دودينال اكسس، فدي اسمها ميديال روتيشن، بسميها ميديال روتيشن، اخلي الصنب يقرب من الميديان بلين. لما ابعد الصنب ارجعه تاني بقى مكانه، دي بسميها اللاترال روتيشن. يبقى انا كده اتحركت على مستوى محور ايه طولي اللي هو اللونجيتودينال اكسس، وخلت لجوه وطلعت لبره، لجوه سميتها ميديال روتيشن وبره سميتها لاترال روتيشن. طب ايه مثال للبايوفيد جوينت؟ المثال اللي هو الريديو النر جوينت، اللي هو المفصل اللي بيفصل ما بين العظمتين اللي موجودين في الفور ارم اللي هي الريدياس والارم. انا لما احرك الفور ارم واجيب لما بجيب انا الصنب لجوه اللي هو بسميها ميديال روتيشن، يبقى انا كده حركت الريديو النر جوينت بتاع الفور ارم ايه ميدياني. لما طلعه لبره لاترالي، يبقى انا حركت الايه عملت لاترال روتيشن للفور ارم لاترال. طيب مثال ليها تاني، حاجه اسمها الدنس والاكسس، دول الفقرات الموجوده في العنق اللي بتفصل ما بين السكال وما بين بداية الفرتبرال كولون. طب ازاي بعمل بقى الحركة فيها؟ بتحصل ازاي؟ لما الوح راسي يمين وشمال، يبقى دي الحركة فيها، ان انا بلوح راسي يمين وشمال، فده اللي هو المثال التاني اللي هو الجوينت اللي ما بين الاطلس وما بين الاكسس، دي بسميها الاكسس عشان ليها محور، واللي حواليها ديت ايه الدنس. الحركة فيها بتبقى يمين وشمال، بلوح راسي يمين وشمال، يبقى انا كده عملت الحركة على مستوى محور طول. يبقى دي انواع اليوني اكسيال جوينت، خدنا هنج جوينت وخدنا بايوفيت جوينت. تاني نوع من انواع الساينوفيال جوينت باي اكسيال جوينت. الباي اكسيال جوينت ده اول نوع فيه اسمه كوندايلويد او اليبسويد جوينت، اسمه كوندايلويد او اليبسويد جوينت. باي اكسيال معناه انه هيتحرك على المحورين، هيتحرك على ترانسفيرز اكسس وهيتحرك على لونجيتودينال اكسس، يتحرك على محور طولي وهيتحرك على محور عرضي. طب بيبقى شكل الارتيكولار سيرفيس في الحاله دي ايه؟ بيبقى واحد فيهم بيبقى برضو اوبل، والتاني بيبقى ديبريشن هو بيدخل جوه، بيبقى هما الاثنين بيبقى شكلهم زي شكل الايه بيضاوي، شكل البيضه. طيب ايه الحركه اللي بتحصل؟ احنا قلنا الحركه الترانسفيرز اكسس معناها فليكشن واكستنشن. طب اللونجيتودينال اكسس يا اما ميديال ولاترال روتيشن او ادكشن وابدكشن. مثال ليها ايه؟ الريست جوينت مفصل الرسخ. لو انا تنيت ايدي لجوه او عليا، دي بسميها فليكشن، طلعتها فركت ايدي، الايد كف الايد نفسه على مستوى الرسخ، ده بسميه اكستنشن. لما بعمل ده بسميه اكستنشن. لما بدخل ايدي لجوه، دي بسميها ادكشن، بدخل الريست جوينت لجوه، ده بسميه ادكشن، بطلعها لبره، ده بسميها ايه ابدكشن. بعد شويه هنشوف شكل الحركات دي بالتفصيل بالصور. يبقى احنا كده عرفنا ان معنى كلمه باي اكسيال، وهو اول نوع فيه كوندايلويد، هيشتغل على محورين ترانسفيرز اكسس ولونجيتودينال اكسس. فكده مثال ليه، خدنا الريست جوينت وفي نفس الوقت اللي هو الميتا كاربو فالانجيال جوينت اللي بيفصل ما بين العظم اللي بيكون كف الايد وما بين الصوابع اللي هي الفالانجيز. لما بعمل بثني صوابعي عليا ريفليكشن، بطلعها لبره اكستنشن، ممكن اعمل لها ابدكشن وابدكشن، يبقى في سلايد روتيشن.
تاني نوع من الباي اكسيال جوينت اللي هو السادل جوينت. تاني نوع اللي هو ايه؟ السادل جوينت. السادل جوينت ده بيسمح بالحركه على محورين، برضه لونجيتودينال وترانسفيرال، بالاضافه الى ان بيحصل سلايت روتيشن اثناء الحركه. مثال للسادل جوينت ده الجوينت بتاع الصنب اللي هو الصابع الكبير اللي هو بيفصل ما بين الفلانجيز، ما بين الكاربال بون بتاعت الصنب، ما بين الايه؟ الميتا كاربال بون اللي هي عظم كف الايد. فده بسميه كاربو ميتا كاربال جوينت. ادي ده اللي بيفصل ما بين ادي الكارب، دي الميتا كاربال بون ودي الكاربال بون، بيفصل ما بينها جوينت اسمه كاربو ميتا كاربال جوينت. طب الجوينت ده بيعمل ايه؟ لما بني الصنب بتاعي بني صبعي ده اسمه فليكشن، بفرده بسميه اكستنشن، اقرب الصابع الكبير من باقي صوابع ايدي دي بسميها ادكشن، ابعده عن باقي صوابع ايدي بسميها ابدكشن. خلاص. الاضافه ان الصنب بيعمل حركه زياده لما باجي اسبح والصابع الكبير بيمسك بقيه الصوابع ديت، ان ايه؟ بيبقى فيها سلايت روتيشن موفمنت، يبقى هو بيعمل حركه على محورين، وغير ان هو بيلف سلايت روتيشن بسميه سيركمدكشن، يبقى ده باي اكسيال بسميه الصادي السادل جوينت. يبقى الباي اكسيال خدنا نوعين من الجوينت، اول نوع الكوندايلويد او الاليبسويد ده بيعمل حركه على مستوى محورين بس، ترانسفيرز ولونجيتودين. تاني نوع اللي هو السادل جوين، وده بيعمل الحركه على مستوى محورين، بالاضافه ان ممكن يحصل سلايت روتيشن يعني لفتين في المفصل. ثالث نوع من انواع الجوينت مالتي اكزيال جوينت، يعني بيتحرك على كل المحاور اللي ممكن تتخيلها، وده بسميه بول اند سوكت جوينت. ده بقى اللي بيبقى شكل الكوره بالظبط، العظمه بيبقى ليها جزء مدور زي شكل الكوره، بيمسك في عظمه ثانيه بيبقى زي شكل السوكت اللي هو الايه؟ السله. بقى المنظر ده العظمه بيدخل فيها. ومثال ليه نوعين من الجوينتات مشهورين، واكبر جوينت في الجسم كله الشولدر جوينت والهيب جوينت. الشولدر جوينت انا بجيب ايدي كلها، دراعي كله بجيبه لقدام كده، انا عملت فليكشن للشولدر جوينت، وكله برجعه لورا، يبقى انا كده عملت اكستنشن للشولدر جوينت، وكله بطلعه عشان ارفع ايدي فوق راسي، يبقى انا عملت ابدكشن للشولدر جوينت، وكله واجيب ايدي ناحيه جسمي عملت ابدكشن للشولدر جوينت، وممكن الف ايدي بحركه دائريه عملت سيركمدكشن، فكده انا اتحركت على كذا محور. ممكن برده اروح عامله له ميديا روتيشن، ان انا اجيب كتفي ناحيه جسمي لجوه بسميه ميديا روتيشن، او اطلعه لورا ده بسميه لاترال روتيشن. فانا عملت كذا نوع من انواع الحركه، سمح بالحركه في كل الاتجاهات، عشان كده سميته مالتي اكزيال جوينت. طيب ايه الموفمنت اللي بتحصل على مستوى الجوينت؟ يبقى في عندي موفمنت اسمها فليكشن، قلنا فليكشن معناها نقلل الانجل بتاعت الجوينت. يعني ايه؟ المفصل، مثال مفصل الكوع ده بيفصل ما بين الارم اللي هي الذراع والفور ارم الساعد. لو هو مفروض كده مفيش زاويه، الزاويه كبيره، كون يقرب الفور ارم اللي هو الايد من اللي هو الساعد من الذراع، يبقى انا كده قربت الانجل من بعض، فقللت الانجل بتاعه الجوينت. ده حركه دي سميتها فليكشن. اجي افردها يبقى انا زودت الانجل دي كم، عملت لها ايه؟ اكستنشن. الحركه دي سميتها ايه؟ اكستنشن. في حركه تاني اسمها ادكشن. ادكشن ان انا بقرب ايدي جنب الترنك بتاع الجسم، دي سميتها ادكشن. حركه تاني ابدكشن، بعدت ايدي من الترنك او الميد لاين بتاع الجسم. السيركمدكشن معناها انا بحرك ايه؟ ايدي في كل الاتجاهات، قدام وورا ويمين وشمال، وبلفها كمان. السوبينيشن والبرونيشن دول بيحصلوا على مستوى كف الايد. أنا كف الإيد في الأناتوميكال بوزيشن عارفين إن البال اللي هو الكف بيبقى باصص لقدام، لكن ظهر الإيد بيبقى باصص لورا. خلاص؟ كون إن البالم ده باصص لقدام ديت بسميها سوباينيشن، يعني إيدي نايمة على ظهرها، ده سميه إيه؟ سوباينيشن. أجي ألف إيدي وأخلي إن الظهر الإيد لفوق ده بسميه برونيشن. يبقى السوباينيشن معناها إن البالم بتاعة الهان هي البصه لفوق او قدام، لكن برونيشن معناها ان البالم بتاعه الهان بصه لتحت او لورا. ده بتحصل على مستوى الهان.
في حركة تاني اسمها دور فليكشن وبلانتر فليكشن. طب دي بتحصل على مستوى مين؟ مستوى القدم. أنا عندي باطن القدم بيبقى لتحت لكن ظهر القدم بيبقى لفوق. طيب لما أجيب ظهر القدم قريب من الجسم يعني أرفعه لفوق، ده بسميه دورز فليكشن. يبقى لما أرفع رجلي الفوت لفوق أب لفوق ده بسميها دورز فليكشن، لكن أجي أنزل الفوت لتحت بسميها بلانتر فليكشن. أرفع رجلي لفوق دورز فليكشن، أنزل الفوت لتحت بسميها بلانتر فليكشن. طيب الانفيرشن والايفيرشن ده زي ايه؟ اني بدخل انفيرشن معناها ادي الفوت، نشوف الحركات دي نشوفها، ادي ده شكل الفليكشن ان انا برفع الدراع كله لقدام، ادي هنا عملت فليكشن للركبه ان انا تنيتها على بعض عملت لها ايه؟ فليكشن. الاكستنشن هنا الدراع رجعته لورا، هنا الركبه طلعتها لقدام. ولو عملت على مفصل الكوع لو هنا قربت الارم ده لفوق يبقى ده عملت له فليكشن، لو هو مفروض كده يبقى انا عملت ايه؟ اكستنشن. ادي الادكشن والابدكشن، لما اقرب ايدي ناحيه الترنك ده بسميه ادكشن، ابعدها عن الترنك دي بسميها ابدكشن. بقربها من الترنك بسميها ادكشن، ابعدها بسميها ابدكشن. الف ايدي كده في حركه دائريه دي السيركمدكشن. ادي ده الفوت، الفوت لما ارجعها لورا كده بسميه تورز فليكشن، ولما ارجع الفوت لورا بسميه دورز فليكشن، انزلها لتحت بسميها بلانتر فليكشن. برجع الفوت لورا دورز فليكشن، انزلها لتحت بسميها ايه؟ بلانتر فليكشن. ادي دي السوباينيشن وبرونيشن، ادي طول ما كف ايدي اللي هو ده لفوق ده بسميه سوباينيشن، يعني ايدي نايمه على ظهرها، طول ما كف ايدي لفوق ده سميته سوباينيشن. اول ما ايدي تنام على بطن الايد ده بسميها برونيشن، ان الظهر هو للفوق. يبقى لما بطن الايد اللي هو البال يبقى لفوق ده سميته سوباينيشن، لكن لما البال يبقى لتحت يبقى ده سميته ايه؟ برونيشن. يعني ايه انفيرشن وايفيرشن؟ اخر حركتين، احنا الرجل دي الجزء اللي ناحيه البيك 2 ده بيبقى ميديال، والليتل 2 الصغير بيبقى لاترال. لو انا جبت حافه الرجل اللي هي اللاترال ناحيه الميديال ثانيتها لجوه ده بسميه انفيرجن، يبقى حافه الرجل دي اللي هي لاترالي ثانيتها لجوه ده سميته انفيرجن. لكن لما اجي اثني حافه الرجل او الليتل 2 ده واطلعه لبره بسميها ايفيرجن. لما اتني حافه الرجل اللي هي اللاترال دي مارجن جوه بسميها انفيرجن، لما اتني اطلعها لبره من المنظر ده بسميها ايفيرجن. يبقى دي الحركات اللي بتحصل على مستوى الجوينت، فليكشن بتني كوع اكستنشن بفرده، ادكشن بقرب البون من الجسم من الترنك، ابدكشن ببعده عن الجسم. لو على مستوى مثلا الصابع الكبير اقرب الصابع من الصوابع الثانيه بسميها ابدكشن، ابعده الصنب عن الصوابع الثانيه بسميها ابدكشن. بعد كده خدنا في الايد برونيشن وسوباينيشن، لو كف راحت ايدي او كف البالم هو اللي فوق سميته سوباينيشن، لو البالم هو اللي تحت بسميه برونيشن، يعني ظهر ايدي هو اللي فوق بسميها برونيشن. في حركه تاني بتحصل على مستوى الفوت بس، الفوت احنا عارفين ظهر الفوت لورا ولفوق وباطن الفوت لتحت، لما احرك الفوت لفوق برفع الفوت نفسها بسميها لفوق دورز فليكشن، انزلها لتحت بسميها بلانتر فليكشن. الحركه الثانيه اللي بتحصل على الفوت انفيرشن وايفيرشن، انفيرشن معناها اني الليتل 2 دوت والمارجن ناحيته اللي هو اللاترال مارجن بدخله لجوه، لكن ايفيرشن معناها ان انا بطلع اللاترال مارجن والليتل 2 لبره. يبقى دي الحركات اللي بتحصل على مستوى الفانفاصل اللي في البطن. طيب ايه الفاكتورز، ايه الحاجات اللي بتخلي الساينوفيال جوينت ستيبل، بتخلي العظمتين واقفين في مكانهم؟ يعني انا ما الاقيش مثلا في الالف جوينت نفصل الكوع الاقي العظمه بتاعه الارم بتاعه الذراع اللي هي الهيومرس متحركه في حته لوحديها البعيده، والعظمه بتاعه الفور ارم متحركه في واحد لوحديها. ايه هي؟ اول حاجه المصل، العضلات في انواع مختلفه من العضلات دي بتبقى ماسكه وموصله ما بين العظمتين،
فالعضلات ديت بتخلي العظمه في مكانها، موجوده في الحيز ده ما يتنحرفش عنه. الليجامنت برضو بتمنع اني اوفر موفمنت. البون شكل العظمه نفسها، شكل الارتيكولار سيرفيس، ان مثلا يبقى مدور وداخل جوه هنا ايه تجويف، او يبقى مدور داخل جوه تجويف، ده بيخليهم يبقوا ستيبل، بيخليهم متاقلمين على بعض. يعني مثلا زي ما تدخل الكوره جوه هنا ايه السله، مش بالساهل ان الكوره تطير وتتحرك حركه لوحدها. يبقى دي الحاجات اللي تخلي الساينوفيال جوينت موجود في مكانه ستيبل، ما تخليش كل عظمه يحصل لها اوفر موفمنت ولاقيها متحركه في اتجاه مختلف عن الثاني. ثلاث حاجات مهمين: المصل، العضلات اللي هي بتنبت ما بين التو بون، الليجامنت اللي بيوصلوا ما بينهم، وشكل البون نفسه هو اللي بيخلي الارتيكولار سيرفيس بتاع البون بيخلي الجوينت ستيبل. طيب كده احنا كده خلصنا كل السكيليتال سيستم، وعرفنا ان هو اتكون من البون، عرفنا انواع تايبس اوف بون، عرفنا ان البون ديت بيفصل ما بينها كارتليج. طيب تعالوا نشوف بقى دلوقتي الحاجات اللي بتغطي بقى السكيتال سيستم، اللي بتغطي البون تديني الشيب بتاع البادي، اللي هو المسل، الماسكولار سيستم. الماسكولار سيستم اللي هو المسل اوف ذا بادي، طبعا ايه هي المسل؟ المسل دي هي اللي ريسبونسبل فور اول تايب اوف موفمنت. هما الماشين، هما الآلة بتاعت الجسم، هي اللي بتدي طاقة للجسم، وهي اللي بتدي الأوردر للجسم، الإيد والرجلين وكله إن هما يتحركوا، تعمل لي كل الحركات اللي أنا بعملها، المشي، الكتابة، هي اللي بتعملها لي العضلات بتاعت الجسم، هي المسل بتاعت الجسم. طب ليها وظيفة؟ طبعًا هي الماسكولار سيستم هو أهم حاجة في الفانكشن بتاعته، إن هو بيعمل الموشن، الحركة، الموشن بتاعت البادي، حركة البادي، إن أنا أتحرك، أمشي، أكتب، الكلام، البلع، كل ده مسؤول عن العضلات بتاعت البادي، الماسكولار سيستم. استابيلايز البادي بوزيشن، ان اخلي البادي زي ما هو، الترانك على الرجل، الايد في مكانهم، تبقى فيكسد، ان ده شكل الجسم، تخلي البادي استابيلايز، تعمل فيكسيشن للشيب بتاع البادي والبوزيشن بتاع البادي. غير ان هي ليها وظيفه من جوه، ان العضلات اللي محاوطه بالاورجنز اللي هي الاعضاء بتاعت الجسم بتخليها فيكسد في مكانهم، ما الاقيش الكبد طاير في حته والكلى في حته، لا ده بيبقى حوالينهم عضلات بيخليهم فيكسد قاعدين في الاماكن ايه، كل واحد في البوزيشن بتاعه، ما الاقيش ان هم مجرد مثلا ما اتحرك مكان الاقي الكبد يتلخبط مكانه على الكلى، يتلخبط مكانه على الاستومك، على المعده، لا بيبقى هي بتعمل لهم فيكسيشن بالعضلات اللي محاوطه بيهم. طب العضلات ليها انواع؟ ليها انواع، ثلاث انواع تايب اوف ماسل ان ماسل. في سكليتال ماسل، في كاردياك ماسل، في سموث ماسل. السكليتال ماسل هي الماسل اللي بتوصل بالسكيلتون بتاع الجسم، بالبون، وهي المسؤوله عن الحركه البولانتري. يعني ايه بولانتري؟ يعني الحركه اللي انا عايزاها، يعني بدي اشاره، انا عايزه اكتب فبحرك ايدي علشان اكتب، انا اللي بتحكم في الحركه، عشان كده سميتها بولانتري ماسل. العضلات دي بتبقى عباره عن فايبر، يعني الياف متصله ببعضيها زي خطوط كده، عشان كده اديتها اسم سميتها استرييتد ماسل. تاني نوع من المسل كاردياك مسل. كاردياك مسل دي ما لقاهاش غير بس في الهارت، طبعا دي انفولنتري، مش انا اللي بديها تحكم خالص، مش انا اللي بدي اوامر للقلب يدق او بدي اوامر ان هو يقف، لا دي بتبقى حاجه جايه له من البرين، فانا مش انا اللي بتحكم في الحركه بتاعتها، يبقى الكاردياك مسل دي تاني نوع، وهي اللي مسؤوله اصلا وهي موجوده بس في الهارت. ثالث نوع من انواع المسل اللي هي السموث مسل. السموث ماسل دي فاوند ان اور انترنال اورجان، يعني بلاقيها في الاورجان اللي من جوه في جسمي، زي ايه مثلا؟ الدايجستيف سيستم، يعني المعده، العضلات اللي محاوطه بيها ديت عضلات ملساء، هي اللي بتتحرك عشان اهضم الاكل، مجرد ما انا باكل المخ بيديها اشاره انها تهضم الاكل، مش انا اللي بديها اوامر ان اتحرك، مش انا اللي بتحكم في حركتها، ان انا اقول لها اشتغلي او وقفي. حركه البلاد فيزل، البلادر، الماسل بتاعت المثانه، الماسل بتاعت الريسبيراتوري سيستم، الرئه، فدي كلها عضلات لا اراديه. انا كده المسل قسمتها في فولنتري وان فولنتري. الفولنتري بس السكيلتال مسل، اللي هي المسل بتاعه الهيكل العظمي، المسل اللي بتدي اشاره للبونز انها تتحرك، لكن الان فولنتري اللي انا مش بتحكم خالص في حركتها نوعين: كاردياك مسل دي بلاقيها بس في الهار، وسموث مسل دي بلاقيها في باقي الانترنال اورجان بتاع الجسم زي البلاد فيزل والبلادر والريسبيراتوري اورجان. طيب هنتكلم بقى عن السكيليتال ماسل، ان هو اغلب كلام هو اللي موجود في اغلب جسمنا.
السكيلتال ماسل ديت شكلها اجزاءها ايه؟ ليها تو اند، نقطه بدايه ونقطه نهايه، يبقى ليها تو اند، نقطه بدايه ونقطه ايه؟ نهايه. نقطه البدايه دي بسميها الاوريجن، اللي هي البوينت اوف اتاتشمنت اوف سكيلتال ماسل، الجزء اللي بتمسك فيه السكيلتال ماسل للبون، ودي موستلي فيكسد، في اغلب الاحيان بتبقى ايه؟ فيكسد. يبقى في نقطه بدايه اللي هي الاوريجن اتاتشمنت اوف سكيلتال ماسل، وديت بتبقى ريمين فيكسد. وفي نقطه نهايه بسميها الانسيرشن، يعني نقطه النهايه دي بسميها ايه؟ الانسيرشن، ودي بتبقى غالبا نوت فيكسد. الانسيرشن ده بيبقى ليه اشكال، يا اما شكله بيبقى زي شكل الحبل وده بسميه تندون، يا اما ان هو بيبقى مفلطح بالمنظر ده، مش بينتهي بحبل رفيع، لا ده بينتهي زي مفرش او غشاء كبير بيحصل له بيمسك في حته كبيره من عظمه ثانيه، فده بسميه الابينيروز زي بالمنظر ده. يبقى كده العظمه ليها اوريجن، الاوريجن ده فيكسد، حاجه بتطلع منها العظمه العضله بتمسك في بون معينه، ودي هي بتبقى نقطه بدايتها. نقطه النهايه بتاعتها بسميها انسيرشن، دي بيبقى شكلها حاجتين، يا اما بتبقى بتندل زي شكل الحبل، يا اما بتبقى بحاجه واسعه وكبيره، ودي بسميها الابنيود. طيب في النص بقى ما بين الاوريجن والانسيرشن في جزء اسمه الفليشي بارت بتاع او البلي بتاعه العضله، اللي هي اللي بتتكون من الفايبر، اللي هي بتكونها ايه؟ الياف. يبقى هي بتكون من تو اند اللي هي الاوريجن والانسرشن، تاني جزء ليها البلي بتاعه الماسل، واللي هي عباره عن ماسل فايبر. فانا بقى اجي حاجه اقسم الماسل اكوردنج للشيب بتاعه الفايبر اللي موجوده جوه البلي بتاعه الماسل، قسمت لها الى سيركولار ماسل، يعني ماسل دائريه، ودي الماسل اللي بتحاوط الاورفيس الموجوده في البادي، الفتحات، يعني زي الماسل اللي بتحاوط العين الاي، الماسل اللي بتحاوط الماوس، دي بتبقى شكلها ايه؟ سيركولار. يا اما تبقى كونفيرجنت ماسل، يعني ايه كونفيرجنت ماسل؟ يعني ان هي بتبدا بنقطه زي شكل المثلث، بتبدا بنقطه واحده وبتنتهي بانها تبقى جزء، بتنتهي بجزء عريض، ده بنسميه ايه؟ كونفرجنت ماسل، زي شكل المثلث، تبدا بزاويه واحده وبتنتهي بانها ايه؟ بتنفرج وبتديني ايه؟ جزء عريض. وده مثال ليها عضله اسمها الترابيزيوس، عضله اسمها الترابيزيوس دي موجوده فين؟ في الظهر. يا اما تبقى الفايبر دي باريل، متوازيه، موازيه لبعضيها بالمنظر ده، بشكل متوازي، تديني ستريب لايك زي شكل الحبل. وده مثال ليها الريكتوس ابدومينال، اللي هي العضله اللي بتكون لي الجدار الامامي للبطن. يا اما شكلها بيبقى فيوزي فورم، مخروطي، يبقى او الابر اند اللي هي الاوريجن الانسيرشن بتاعها بيبقوا رفيعين، لكن البيلي اللي هي المصل في النص بيبقى وايد. وده مثال بيها البايسبس مصل، اللي هي العضله اللي بتعمل لي الارم اللي هو الدراع، اللي هي عضله الدراع. يا اما تبقى بنيت ماسل، يعني ايه بنيت ماسل؟ شكلها زي شكل الريشه، يعني بيبقى ليها تندون في النص كده، والفايبر بتيجي تعمل انسيرشن فيه او بتتحرك ناحيته من كل الاتجاهات. هل حاجه للبنيت ماسل دي بقى بقسمها لاجزاء، ايه هي اجزائها؟ يا اما تبقى يوني بنيت، يعني ان الفايبر بتبقى على ناحيه واحده بس من التندون اللي في النص، احنا قلنا بالنيت معناها زي شكل الريشه، فهي فيها تندون في النص، فيبقى يوني بالنيت معناها ان الفايبر بتبقى على ناحيه واحده بس من هنا ايه؟ من التندون اللي في النص. ودي مثال ليها الفليكسور جيتورام لونجس، ديت هنا ايه؟ العضله من العضلات اللي موجوده في الفور ارم اللي هو الساعد، بتعمل فليكشن، يعني بتثني الريست جوينت، مفصل الريست. يا اما تبقى باي بالنيت، يعني ان الفايبر بتاع الماسل جايه من الناحيتين من التندون اللي في النص، ودي مثال ليها عضله اسمها الريكتوس فيموريس اللي موجوده في الساي، عضله اسمها الريكتوس فيموريس دي موجوده في الساي. يا اما تبقى مالتي بالنيت، مالتي بالنيت ان يبقى فيها اكتر من تندون في النص، والفايبر بتعمل انسيرشن من كل الاتجاهات،
ودي مثال ليها، اللي هي عضلة الديلتويد ماسل، اللي هي العضلة اللي عاملاني الكتف من فوق، عضلة الكتف. يبقى دي أنواع البنيت ماسل، اللي هي الماسل اللي زي شكل الريشة. قلنا إما يوني بنيت معناها إن الفايبر في اتجاه واحد بس من التندون اللي في النص، يا إما باي بنيت معناها إن الفايبر بتاعة العضلة موجودة في الناحيتين، يا إما مالتي بنيت إن أنا عندي أكتر من تندون والفايبر عاملة انسيرشن فيه من كل الاتجاه. يبقى ده انواع المصل according to الدايركشن بتاع الفايبر اللي موجوده ايه في البيلي بتاعتها بتاعت المصل. طب التايب اوف مصل according to the action، according للحركه اللي بتعملها العضله. في حاجه اسمها برايم موفر او اجونست، يعني هو المحرك الاساسي. يعني عضله مسؤوله عن انها تعمل حركه معينه في الجسم، زي مثلا عضله البايسبس. البايسبس دي العضله اللي موجوده عندي في الساعد الارم، دي بتعمل ايه؟ بتثني مفصل الكوع، بتعمل لي فليكشن للالبو جوينت. مضاف ليها ايه؟ دي فليكشن للالبو جوينت. دي العضله اللي هتعمل فليكشن هي مين؟ هي البايسبس ماسل. طيب الانتاجونست في حركه تاني، عضله بسميها انتاجونست، يعني بتعمل اكشن مضاد للبرايم موفر او الاجونست. زي ايه مثلا؟ لما اجي افرد كوعي، العضله الترايسبس اللي موجوده من ورا هي اللي بتفرد الكوع، وده بسميها انتاجونست، بتعمل حركه مضاد. يبقى البايسبس مثلا بتعمل فليكشن، دي الاجونست او البرايم موفر المحرك الاساسي، والترايسبس دي اللي من ورا بتعمل اكستنشن، دي انتاجونست بتعمل حركه مضاده. طيب ساينرجست يعني ايه؟ ساينرجست ساينرجست دوت معناها ان دوت ان المصل العضله ديت بتساعد العضلات الثانيه في الحركه بتاعتها. يعني this type of muscle acts around movable joint، بيشتغل على مفصل معين motion نفس الحركة بتاعة العضلة الأساسية. زي ايه؟ أنا لما أجي أعمل flexion للإلبو جوينت بيعملهولي عضلتين، اللي هما مين؟ عضلتين اسمهم، واحدة اسمها brachioradialis والبريكياليس، دي هتاخدوها إن شاء الله بعدين، هتعملهولي عضلتين. هما الاتنين بيقووا الفليكشن مع البايسبس ايه ماسل، بيقووا بعض. ده معنى ساينرجست، ان مجموعه من العضلات بتقوي بعض عشان تعمل نفس الحركه. طب ايه هي الفيكسيتور؟ ان عرق حركه بتدي ذا بروكسيمال بارت اوف ذا ليمب وايل موفمنت ار اوكيرنج ان ديستال بارت. يعني مثلا وانا ماشيه، وانا ماشيه انا بحرك بدني برفع في الانكل جوينت، لو لاحظنا بقى الانكل جوينت وبرفعه. طب ايه اللي بيخلي الالبو الني جوينت فيكسد؟ يعني مش بلاقيه بيتني ويتفرد وانا ماشيه، بيبقى فيكسد وبيبقى ستريتد، ان في مجموعه من العضلات المحاوطه دي بتحاول بتعمل الفيكسيشن في البوزيشن اثناء الايه؟ الموفمنت. يبقى ده كده اخر تقسيمه من تقسيمه للعضلات اكوردنج للاكشن، يا اما تبقى اجونست او برايم موفر، يعني محرك اساسي دي مسؤوله عن حركه معينه، زي مثلا قلنا الفليكشن بتاع الالبو جوينت. يا اما تبقى انتاجونست اللي هي بتعمل حركه مضاده زي الاكستنشن. الساينرجستيك قلنا ان العضلات بتساعد بعضها البعض عشان تعمل حركه معينه. فيكسيتور انها بتعمل فيكسيشن لجوينت معين اثناء الحركه بتاعه الجوينت التاني. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضره اللي احنا اتكلمنا فيها عن انواع الساينوفيال جوينت والمسلز وانواعها والحركات اللي بتحصل على مستواها.